جماهير ليفربول تضغط على الإدارة بأغنية جديدة لمحمد صلاح. في جولة المصري اليوم داخل أنفيلد، محمد صلاح خير سفير لسماحة الثقافة العربية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. في جولة داخل أنفيلد، محمد صلاح خير سفير لسماحة الثقافة العربية. مع بداية العام الماضي بدأ متحف الشمع في بريطانيا والمعروف بمتحف مدام توسو تجهيزات للبدء في تنفيذ تمثال لمحمد صلاح. إدارة المتحف دعت محمد صلاح للاحتفال بهذا الحدث وأخذ بعض الصور التذكارية مع تمثاله. يعد التمثال هو الأول للاعب العربي في متحف مدام توسو، لكنه الثنائي بشكل عام حيث سبقه بنحو 10 سنوات تمثال اللاعب ستيفن جيرارد لاعب ليفربول. ويعد متحف مدام توسو من أهم متاحف الشمع في العالم، ويضم تماثيل شخصيات عديدة من مشاهير السياسة والفن والرياضة. وأثناء رحلتي إلى نادي ليفربول تحدثت إلى سائق التاكسي مارك ماكنزي عن مهمتي الصحفية، فوجدته متيما بنادي ليفربول من عشاق محمد صلاح، ثم قال لي إنه لديه أصدقاء مسلمون كثيرون من باكستان ودول عربية، لكن حبه لمحمد صلاح جعله يتعرف أكثر على سماحة الثقافة العربية والإسلامية. كلمة سائق التاكسي جعلتني أستدعي دراسة أعلنتها جامعة كامبرج في يونيو الماضي حول تأثير محمد صلاح على الصورة الذهنية لجماهير ليفربول عن الإسلام. الدراسة أثبتت أن معدل الكراهية والجريمة ضد المسلمين في مدينة ليفربول بشكل خاص وبريطانيا عامة انخفض بنسبة كبيرة بسبب محمد صلاح. وقالت جامعة كامبرج أن معدل الجريمة والكراهية ضد المسلمين في مدينة ليفربول انخفض بنسبة 16% منذ انضمام صلاح للريدز في عام 2017. جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بتقليص رسائل الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين بنسبة 50%، واستشهدت دراسة الجامعة البريطانية العريقة بما حدث خلال مباريات الفريق في العام 2018 حينما كان المشجعون يهتفون باسم صلاح، بل هتف بعضهم قائلا: إذا سجل صلاح أهدافا أخرى سأكون مسلما أيضا وسأجلس في المسجد. وبحسب الدراسة فإن اعتزاز صلاح بهويته الإسلامية وتقديمه صورة صحيحة عن الدين الإسلامي جعل المشاعر الإيجابية تجاهه تشمل معظم المسلمين في ليفربول وبريطانيا. حارس ليفربول يمدح محمد صلاح ويؤكد الأفضل في العالم حاليا. عدد أدريان حارس ليفربول الإنجليزية المزايا التي يتمتع بها النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز والتي قادته لاقتحامه قائمة أفضل لاعبي العالم خلال الوقت الحالي. وقال حارس ليفربول في تصريحات لموقع جول العالمية: صلاح يعمل بجد ولا يحصل على عطلة أبدا، وهو دائما إما يتدرب أو يتعافى بعد كل مباراة بساعات قليلة. تراه يحاول التعافي ويستعد للمباراة التالية. هو يتدرب بشكل لا يصدق، واللحظة التي يتمتع بها الآن ليست حظا أو صدفة، لأنه يقوم بعمل رائع من ناحية التهديف والتمرير والسرعة والمراوغة، يجعله أحد أفضل اللاعبين في العالم. وتابع: هو يستحق ما يمر به الآن ونحن سعداء جدا من أجله، وهو من أكثر الناس تواضعا في غرفة الملابس، من الرائع تواجده معنا ونحن دائما نحاول دفع الآخرين كفريق، فهو أيضا يحتاج لمن يقف خلفه. وتعليقا على إذا ما كان صلاح ضمن أفضل اللاعبين العالم أم لا، رد أدريان قائلا: نعم بالنسبة لي هو من أفضل اللاعبين، وأنا حارس الريد. تصريحاته قائلا: لا أعرف كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي وكيف يعملان يوميا، لكني أعرف صلاح جيدا لأنني أتدرب معه. ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستادي أنفيلد؟ دخلت غرفة تغيير الملابس ووصلت إلى المكان المخصص للمتعلقات مو، وهو عبارة عن دولاب صغير مكتوب عليه اسم صلاح ومكون من ضلفة بخمسة أرفف مخصصة لملابسي ومتعلقاتي الشخصية مثل المفاتيح والتليفون المحمول أو حافظة النقود والكروت البنكية. الرف العلوي توجد به وصلة كهرباء يستخدمها صلاح أحيانا لشحن هاتفي المحمول. أما الرف السفلي فهو مخصص للحذاء وبينهما ثلاثة أرفف للملابس، بينما تم تعليق فانيلة صلاح خارج الضلفة بشكل مهندب للزائرين، ويظل المكان مفتوحا للزائرين ولا يتم غلقه إلا في اليوم الذي تقام به المباريات. الجدير بالذكر أن مشجعي ليفربول يعشقون محمد صلاح لدرجة جعلتهم يتغنون به في أغانيهم الحماسية، فيما أظهرت دراسة أجرتها جامعة كامبرج منذ عدة أشهر إن صلاح كان له تأثيرا كبيرا في تقليل ما يعرف بالإسلاموفوبيا وتقليل العنف ضد المسلمين وتصحيح الصورة لدى جماهير ليفربول والبريطانيين بشكل عام. خوفا من انتقاله إلى ريال مدريد، ليفربول يسعى للتعاقد مع محمد صلاح وتلبية شروطه.
وتغنت الصحف العالمية الصادرة أمس الاثنين بمحمد صلاح بعد الخماسية التي سجلها ليفربول في شباك مانشستر يونايتد. وأجمعت الصحف على أن محمد صلاح قاد ليفربول لإذلال مانشستر يونايتد على أرضه وبين جماهيره، ووصفت اللاعب بأنه الأفضل في العالم حاليا. وعنق محمد صلاح حزمة من الأرقام القياسية في الفوز على مانشستر يونايتد، فقد سجل 10 مباريات على التوالي مع ليفربول، كما بات أول لاعب يسجل ثلاثية في دوري الإنجليزي الممتاز في ملعب أولد ترافورد، وأول لاعب خارج أرضه يسجل ثلاثية في ملعب اليونايتد على الإطلاق منذ أن فعل البرازيل الظاهرة رونالدو في ذلك 2003 رفقة ريال مدريد. وأصبح محمد صلاح أول لاعب ليفربول يسجل في 3 زيارات متتالية إلى أولد ترافورد، وهو الآن اللاعب الأفريقي الأعلى تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزا ديدي دروغبا بثلاثة أهداف بعدما رفع صلاح رصيده إلى 107 أهداف. يعيش في مانشستر ويمتلك شركة عقارات أشياء لا تعرفها عن صلاح. أفادت تقارير صحفية بأن النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزية يشترط على حصول 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مقابل تجديد عقده مع الريدز. وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف عام 2023 مع وجود محاولات من ناديه خلال الفترة الماضية للتجديد. وعلق محمد صلاح قبل يومين على مسألة تجديد عقده قائلا: أود البقاء مع ليفربول حتى اليوم الأخير في مسيرة الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بيدي. مضيفا: يعتمد الأمر على ما يريده النادي وليس علي. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، سيصيبني هذا بالحزن. ويقدم محمد صلاح 29 عاما أفضل انطلاقة في مسيرته الكروية هذا الموسم، فقد سجل في آخر 10 مباريات متتالية مع ريدز في جميع المسابقات. أن رامي عباس وكيل صلاح سيجري محادثات مع ليفربول خلال الساعات المقبلة تتعلق بتفاصيل عقد المهاجم المصري الجديد مع ريدز. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يتابع وضع محمد صلاح مع ليفربول من أجل بحث تقدم عدد كبير لضمه. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل رحيل محمد صلاح عن ليفربول أصبح أمرا مؤكدا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على نبينا.